تتجه إلى فائزة أخرى لها حكاية إنسانية مست قلبي. هي أميمة فيري، وهي تدرس الاقتصاد الآن في تونس، وهي أيضاً فائزة في مبادرة مناظرة DD6. ستعرض عليكم تجربة خاصة جداً. أميمة. لا سبيل للتغيير دون العدل والحرية. لماذا قد أؤمن أنا ابنة 19 ربيعاً بفكرة التغيير، وقد استسلم قبلي الكثيرون، وقد أريق من الحبر والدماء، وأجهضت من الأحلام ما قد يثني عزيمة أي إنسان؟ ألأني أنا القادمة من تونس الثورة؟ ألأني ولدت في أرض وكما وصفها شاعرها تبارك من الناس أهل الطموح، تبارك من الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وتلعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. أجل، هذا جزء من الحقيقة، لكن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق وأجل، ألا وهو، وكما يقول العظيم قلما وأسلوبا محمود درويش، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أجل يا سادتي، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. وإني أؤمن أن أي حركة، ما يحدد نجاح أي حركة تغيير هو المبادئ التي تقوم عليها، وبناء على صلابة هذه المبادئ مدى الإيمان بها ومدى اتصالها بواقعها يتحقق انتشارها وانتصارها أو انكماشها واندثارها. وإن الثورة الفرنسية من أروع وأرقى مشاهده العالم في التاريخ الحديث، ومن أهم التجارب التي بيّنت قدرة وقوة الشعوب للتغيير، وما جعلها تنجح وتنتشر هي المبادئ التي قامت عليها. هذه المبادئ التي تتمثل في الحرية، المساواة، الأخوة، مبادئ تمخذ عنها رحم عذابات الشعب الفرنسي. وإن تشابهت معاناة الشعوب في ظاهرها فإنها نظرنا عن كثب تختلف، لأنها ببساطة ترتبط بالواقع المنطقة وخصائصه. لذا حري بنا قبل أن نتساءل عن المبادئ التي لا سبيل للتغيير بدونها أن ندرس واقعنا العربي. الواقع العربي في منطقتنا يتميز بشيئين اثنين يحبسان ويعيقان سير عجلة التاريخ والحضارة فيهما، ألا وهما الاستبداد السياسي والظلم الاقتصادي والاجتماعي. الاستبداد السياسي يهيمن على جميع أوجه الحياة في العالم العربي، بل إنه أهم مرض يعيق سير التطور، لأنه ببساطة الاستبداد والتسلط بمختلف أشكاله وأنواعه هو شيء أعمى يسير عكس حركة التاريخ والحضارة وعكس الحركة الطبيعية للحياة الإنسانية، لأنه يقف على الطرف النقيض من حرية الإنسان ويجعله أسيراً بيد الجهل والتخلف. أما الظلم فيكاد يكون الميزة الأساسية لشعوبنا، ولا يعني الظلم فقط الاستيلاء على حقوق الآخرين، بل أيضاً انتشار الفقر والتمييز بين الناس. تتمتع حفنة صغيرة بكل فرص الثراء في حين تعيش الغالبية في فقر مدقع، تعيش الغالبية محرومة من أبسط حقوقها الأساسية. ثلث السكان العرب يستأثرون ب90% من الثروة، في حين يعيش ثلث أبناء هذه المنطقة على أقل من دولارين في اليوم. سمعتموني جيدا، أقل من دولارين في اليوم. 40% من سكان العرب أميون، وتمثل النساء ثلثي هذا العدد. أليس هذا هو الظلم بعينه؟ أليس هذا هو ما يعيق التغيير؟ أليس هذا ما خلق أجيالا رافضة وأخرى اختربت وانسحبت من الحياة؟ لقد فقد العديد من المواطنين انتماءهم كرد فعل طبيعي لحالة اليأس التي يعيشونها وعدم قدرتهم على تحقيق ولو مجرد تغيير بسيط يعطي الأمل في الإصلاح. إنني سأنقل لكم من واقع بلادي ما سيبين لكم فظاعة الظلم والاستبداد.
سأنقل لكم قصة حقيقية بدأت أحداثها في 85 و 900 و 1000، عن فتاة تونسية تحلم بمخططات المهندس المعماري وسماعات الطبيب. هي ابنة 17 ربيعا، القادمة من الريف التونسي المتواضع، كانت أحلامها وسعيها شامخين. فأي ريح صرصر عصفت بحياتها. لقد بدأت الأحداث تتصاعد، افتردت هي وصديقاتها من مبيت المعهد الثانوي في ليلة شتوية لتجد القاصرات أنفسهن في الشارع. والسبب؟ خمنوا، لأنهن يرتدين الحجاب. كان لباس الحجاب حينها سببا كافيا لطردها، وتمسكها به فيما بعد سببا كافيا لتلفيق التهم فمحاكمتها فالزج بها في السجن في 87 و 900 و 1000 لعدة أشهر، نزيلة مع مجرمي الحق العام كأنها سارقة أو قاتلة. هذه الفتاة عندما خرجت من السجن حرمت حق مواصلة تعليمها، لم تستطع العمل بالمؤسسات العمومية، وضايقوها بشتى الطرق والوسائل. فوأت أحلامها فقط لأنها تحمل فكرا مناهضا للظلم والاستبداد. هذه الفتاة التي أحدثكم عنها هي أمي. أجل، أنا ابنة السجينة الرأي، ابنة سجينة الرأي، أؤمن أنه لا سبيل للتغيير دون العدل والحرية، لأنني أعرف ما يمكن للظلم والاستبداد أن يفعل. لا سبيل للتغيير بدون أن يكون العدل التام والمطلق أساساً من أسس الحياة في المجتمع. لا سبيل للتغيير دون العدل في التقاضي والحكم، دون العدل في فرص الحياة، دون العدل في توزيع الثروة، بدون تمييز لا أساس، لا جنس، لا لون، لا على أساس الدين، ولا على أساس النسب، ولا نفوذك المالي. لا سبيل للتغيير بدون أن يكون الإنسان في هذا الوطن قادرا على اختيار مساره وتحديد مصيره بكل حرية، قادرا على الفكر، قادرا على الإبداع، قادرا على الخلق، قادرا على الابتكار. إذن لا سبيل للتغيير دون العدل والحرية، مبدأين أساسيين تجتمع عليهما الأمة ليقوداها نحو بناء المجد. شكرا.